هل ضعف النظر بيأثر على قدرات الفهم عند الأطفال؟ في الحقيقة كمان ممكن عند الكبار. ضعف النظر بيأثر على بيرسبشن أو استقبال المعلومات، خصوصا لو المعلومات ديت مكتوبة، يعني طفل ما هوش قادر يبص على السبورة كويس، طفل عنده استجماتيزم وبيشوف الأرقام ملخبطة، ده بالتالي المدخل نفسه اللي داخل للطفل هيحصل له مشكلة، يعني الإدخال أو المعلومات اللي داخل للطفل داخلة خاطئة. يبقى ازاي هنتوقع من الطفل انه يطلع اجابه سليمه؟ لازم عشان نتوقع من الطفل اجابه سليمه لازم نديله المعلومات سليمه. واهم شيء بالنسبه للعين، لو الطفل قدر الله عنده ضعف نظر، سواء طول نظر او قصر نظر او استجماتيزم، هو ارتداء النظاره. بعض الاطفال بيبقى عندهم مشكله تانية، زي مشكله وجود مياه بيضاء في العدسه بتاع العين. الحاجات ديت ممكن تكون منذ الولاده، ممكن تكون جت بعد الولاده بشويه، ممكن تكون جت بسبب خبطه، ممكن تكون جت بسبب لا قدر الله مرض تاني عند الطفل ومحدش يعرف. لو لا قدر الله حسينا ان الطفل مش بيشوف كويس، لازم الدكتور هيفحصه، لازم هيشوف العدسه لو فيها اي مشكله لا قدر الله، وبالتالي بناء عليه بناخد القرار السليم في حاله الطفل ده. لكن اذا الطفل اتساب واهمل، طبعا ده هيأثر على كفاءه الشبكيه فيما بعد، حتى لو اتعملت العمليه دي بعد كده ممكن ما تبقاش كفاءتها زي ما كانت تتعمل في الاول. واهم جندي في هذه المعركه في الحقيقه هو المدرس. المدرس هو اهم واحد واكتر واحد بيقعد مع الطالب ويقدر يلاحظ هل الطفل ده طبيعي ولا لا، الطفل ده بيستقبل كويس ولا لا. في كمان مشاكل، بتبقى مشاكل في السمع. بعض الاطفال بيبقى عندهم مشاكل في السمع، ما بيبقاش عارف يسمع كويس، او مش مدرك اللي انت بتقوله كويس، او الكلام بيوصله ملخبط. فلذلك برضه هنوجه الاطفال دولت، او هنوجه اولياء امورهم ان هم يكشفوا عليهم عند طبيب الانف والاذن. دمتم سالمين وعلى صحتكم مطمئنين. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير وتفعيل الجرس عشان يصلكم كل جديد ومفيد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.